تشهد عمانة العاصمة بوادر أزمة مشتقات نفطية جديدة تسببت في تراكم أعداد كبيرة من السيارات في عدد من المحطات للحصول على البنزين والديزل، في حين أغلقت غالبية المحطات أبوابها في وجه المواطنين. لكأن الوطن والمواطن لا تكفيه فجيعته بالإرهاب وسياب الأمن ليخنق في معيشته بهدية جديدة من حكومة الوفاق عنوانها أزمة مشتقات نفطية جديدة. لا يكاد المواطن منذ 3 أعوام يشعر بتوفر البترول والديزل لفترة بسيطة إلا ويتجدد المسلسل من بدايته فيبحث عنهما كما ينشد السراب. تقريبا 90% أضرارها على الشعب وعلى الدولة وعلى الحكومة وعلى كل شيء، وسببها الحكومة الحالية. أزمة خانقة بدأت تشهدها أمانة العاصمة بسبب انعدام المشتقات النفطية، والشارع يحمل الحكومة المسؤولية التي للأسف لم تستطع القيام بها وتأمين الطرق. والله يا أخي ما عاد لنا منهم، يقولوا أصحاب مارب لهم مصالح لهم أغراض، وفي الحقيقة هو بنكتشف لأنه ما بيش أمن، لو بقى أمن المال هذا كله. يا أخي هذا والله ما يعني ما عاد ترضيش الله ولا رسول، يعني هذا يا نموت احنا ويعيشوهم يا يعيشوهم واحنا نموت. حكومة لا تدري ما الذي يدور في عاصمتها، وشعب لا يدري من المسؤول عن تجريعه المعاناة وتنكيد عيشه. على القادم يأتي بخير وتتوب الحكومة مع داخليتها من ذنب تسيب الأمن وتسهيل الخراب.